نحو 50 عالما يحصدون جوائز المركز القومي للبحوث لعام 2023 في مجالات مختلفة، أبرزها الإبداع التكنولوجي والتفوق العلمي والتشجيع العلمي وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه. احنا كان البحث او الابحاث اللي احنا تقدمها كانت في موضوع اسمه البلورات السائله، وديت من المجالات الجديده والمعلومه البزغة اللي بدا المركز القومي للبحوث يهتم بيها في الاونه الاخيره. وبعد ما تم الحمد لله الحصول على الماجستير والدكتوراه من جامعه مانشستر بانجلترا، جيت المركز وبدانا نعمل المعمل هنا، والحمد لله تم العمل في المعمل وتم افتتاحه سنه 2016 وتم العمل فيه، وبدا منه يطلع منه مدرسه جديده في البلورات السائله في مصر الحمد لله. احنا اتجهنا ان احنا نعمل تكنيك جديد او سنسور جديد بيقيس الفيتامين دي. ميزه السنسور بتاعنا او الباي سنسور بتاعنا ان هو تكلفته تعتبر رخيصه جدا مقارنه بالمعامل، ان هو لا يتعدى ال 50 جنيه ولا حاجه للتحليل. تاني حاجه ان هو سريع جدا، يعني في حدود مينتس ممكن ان احنا نحصل على النتيجه. انا شغال على المواد البروفسكايت والمواد الاوكسايد اللي بتشتغل في ترندات او في مجالات مختلفه في الحاجه اسمها المواد الذكيه، او استخدام ازاي نستخدم المواد الجديده في التطبيقات المختلفه. الجائزه عباره عن استخدام مواد مضاده للاكسده في وسائط الاخصاب المعملي للبويضات في المعمل، واستخدمنا ماده ثانيه البي ار بي البليتلت ريتش بلازما عشان نزود كفاءه انتاجيه البويضات وزياده نشاط المبيض في الحيوانات وزياده انتاجيته. وحصد معظم الجوائز باحثون من معهد البحوث الدوائيه بعدد 9 جوائز، ومعهد البحوث البيطريه بعدد 6 جوائز، خاصه وانها ابحاث قابله للتطبيق على ارض الواقع. جوائز المركز بتضم جميع مجالات المعاهد البحثيه. احنا عندنا مركز كبحوث بيتكون من 14 معهد بحثي، فالمجالات تقريبا في حدود 14 مجال وغير جوائز الافراد. فبتتنوع الجوائز من جوائز تقديريه، تقدير المركز القومي للبحوث، جوائز تفوق، جوائز تشجيع علمي، جوائز رواد، وجوائز جوائز رئيس المركز احسن رساله رئيس المركز، وبتتضمن ايضا الجوائز احسن رساله ماجستير واحسن رساله دكتوراه. وينظم هذا الحفل للعام الثالث على التوالي كتكريم وتقدير لهؤلاء العلماء ودورهم الهام في البحث العلمي. تشجيع البحث العلمي هو هدف الدولة خلال المرحلة القادمة، وذلك من أجل استخدام هذه البحوث في خدمة الاقتصاد المصري. من المركز القومي للبحوث بالدقي، أشرف مبارك، النيل للأخبار.